بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لولاية ثالثة واعرب جلالته في البرقيه عن خالص التهاني بهذه المناسبه متبنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الصيني الصديق نحو المزيد من التقدم والتطور والازدهار كما اكد جلاله حرص مملكه البحرين على تنميه وتطوير العلاقات الثنائيه المتميزه بين مملكه البحرين وجمهوريه الصين الشعبيه الصديقه والارتقاء بها الى مستويات اشمل بما يحقق مصالح البلدين المشتركه